دلوقتي معانا على التليفون الأستاذ سيد سلامة، محامي الطالب المصري المرفوع ضده قضية من جانب لاعب فريق مانشستر يونايتد. صباح الخير على حضرتك يا أستاذ سيد، وأهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير على مصر. أهلا بيك. لو تكلمنا عن تفاصيل القضية، إيه اللي حصل فيها حتى الآن؟ والله حتى الآن القضية يعني منظورة أمام المحكمة، ومحدد لها جلسة 7/7/2022 أمام المحكمة الاقتصادية بالمنصورة. ده الى ما قال ايه القضيه يعني. لكن لو نقول نبذه يعني مختصره على القضيه، انه الامر ده بيرجع الى شهر 2/2/2021، وتقدم بشكوى احد وكلاء اللعب راشفورد، واتحققت في النيابه تحقيق قضائي، وصدر ليها امر بالحفظ اكثر من مره، وتحسن الامر. فوجئنا ان في منحه مباشره مقامه من قبل وكلاء راشفورد يقاضوا الطالب مره ثانيه امام محكمه ابو حماد. المحكمه احلتها المحكمه الاقتصاديه وفقا للاختصاص النوعي، والمحكمه الاقتصاديه كانت اولى جلساتها يوم 16/6 وتم التاجيل ل 7/7. دي نظره مختصره عن الاجراءات اللي تمت في القضيه حتى الان. عظيم. طيب استاذ سيد، حضرتك ماذا اعددت للدفاع عن موكلك، وهل هو مخطئ ولا لا؟ يعني هل هو بالفعل عمل كده ولا لا؟ انا اعددت طبعا يعني الدفوع القانونيه المفترض ان هي تقال في مثل هذا الاتهام، وعدلنا اعداد طبعا قوي للقضيه، لانه انا عندي يعني دفاع قوي جدا. ممكن الدكتور ايهاب رمزي قاعد سمعنا لما يصدر امر من النيابه العامه بألا وكل الخام دعوه جنائيه، هل ينفع ان انا اعود الى مثل الاتهام مره ثانيه واحرك منحه مباشره فيه؟ انا اعتقد الامر ده لا يجوز قانونا. والدكتور ايهاب انا سامع بيقول لا، ودي مساله مانعه من وانع اعاده الدعوه مره ثانيه قدام المحكمه. وانا يعني انا بتعجب ليه الدفاع الخاص براشفورد مصر ويقيم دعوه اخرى ويؤثر على الطالب بالشكل ده، والطالب طالب في كليه العلاج الطبيعي السنه الخامسه، ويؤثر عليه فكريا ويؤثر عليه نفسيا ويؤثر على الاسره كلها، ليه؟ لا بس يا فندم، لا ما هو ليه لو حصل بالفعل انه حصل وقع التنمر، ممكن يكون فعلا ايا ما كان تعليق الطالب ممكن يكون ضايقه او اثر في نفسيته. يا استاذه جمانه، انت حضرتك متصوره ان راشفورد قرا الرسائل او علم عن الرسائل او يعرف حاجه عن القصه دي؟ حتى لو وكيل اعماله وكيل اعماله يفهم، عشان كده هو الطالب زي ما كنا بنتكلم ان هو قال انه ما حصلش. ما انا هقول لحضرتك على حاجه، لو في دليل في الورق النيابه مش هتحفظ. لو في دليل في الورق النيابه مش هتحفظها مره. ده النيابه حافظتها تظلا من المحامي العام، حفظ المحامي العام الاول ايضا النائب العام. طب انتوا عايزين ايه؟ يا جماعه ده ده ده, ده دي قواعد قانونيه يجب احترامها. طيب ومحدش يتكلم فيها. استاذ سيد، محدش بعد كده عاد يجرؤ انه يتحدث في امر في هذا الامر مره ثانيه. عظيم. استاذ سيد، دكتور ايهاب بس كان عايز يتكلم مع حضرتك. استاذ سيد صباح الخير، انا اسف. صباح النور يعني دكتور ايهاب، بقطع حديثك، لكن انا كنت عايز اسال حضرتك حاجه. هي وقائع متتاليه ولا هي وقعه واحده؟ يعني هي وقعه واحده. هي وقعه واحده ومفيش وقعه يعني مش يعني مش على فترات يعني. لا هي وقعه. هي وقعه واحده. هي لو وقع واحده وتم التحقيق فيها وتم صدور قرار بألا وكل اي بحفظ يعني، لا يجوز اعاده نظر هذا الموضوع مره اخرى بطريق الادعاء المباشر اللي هو الجنح المباشر اللي هو بيتكلم عليه. لا يجوز قانونا. دي مساله اجرائيه يعني، مساله وفق القانون الاجراءات الجنائيه، بغض النظر عن الواقعه يعني مجرمه او مش مجرمه او العقاب فيها ايه يعني. لكنه لو تكرر حتى من نفس الشخص ترفع قضيه. لو تكررت بقى يعني انا بتكلم عن الواقعه السابقه اللي حققت وحفظت، وممكن اروح مرتكب واقعه ثانيه جديده، فهنا بقى هو بيحاسبني على الواقعه الجديده مش الواقعه القديمه، عشان كده بقول هي اكثر من واقعه ولا هي واقعه واحده. طيب استاذ سيد، هل حصل مثلا انه تواصلتوا مع مكتب المحاماه وكيل اللاعب لعرض التصالح مثلا؟ لم يتم التواصل مع مكتب المحامي الخاص براشفورد اطلاقا، لانه يعني المفترض انتم مصريين وعارفين ان الطالب مصري والطالب وعندكم وقائع ورجال قانون وعارفين ان الامر ده يعني انتهى في النيابه العامه، فهنقول لهم ايه؟ نقول لهم يا جماعه روحوا اتصالحوا في الجنحه مباشره، عشان انتم يعني امر انا مش قابله. بعدين انا كاجراءات قانونيه يعني
وفقا لصحه القانون ما لهمش رفع قضايا، ما لهمش رفع جرح مباشر. ده زي ما الدكتور ايهاب رمزي قال، بغض النظر بقى عن انه هناك جريمه ام لا، لكن انا بتكلم في اجراءاته. احنا يا جماعه ماشيين بقانون، مش ماشيين اعتباطا كده. كل حاجه لها تشريع، والتشريع بيمنع انه يقام جرح مباشره بعدما انتهت التحقيقات تماما وتم حفظها وتحصن هذا القرار واصبح مانع من موانع اقامه الجرح المباشر. تمام استاذ سيد، لو خدتوا براءه يعني للساده اللي اقاموا الدعوه هم احرار يعني. طيب لو خدتوا براءه هتعملوا ايه؟ هل هترفعوا دعوه ضد راشفورد؟ هنرفع دعوه ضد راشفورد. دعوه بتطلبوا فيها بايه؟ بالتعويض. طيب يعني زي ما حضرتك قلت يا استاذ سيد، على اي حال احنا مستنيين يعني النتيجه، ويعني طبعا وضحت فكره حضرتك، لكن على اي حال الابوات كانت ايه اللي هو بيستند ليه؟ استاذ سيد حضرتك لسه موجود؟ هي ابوات سخريه ولا هي ابوات شتم يعني او كده؟ طيب واضح ان احنا يا دكتور ايهاب، استاذه جمانه اتفضل يا فندم. هم بيقولوا ان الطالب ارسل اليه عباره عن مجموعه من السباب ووصفه بوصف مشين، ووصفه انه يعني لاعب يعني انت ولا حاجه، وتنمر عليه بانه يعني اساء له، انه استهتر فيه، انه وصفه بوصف مشين. دي العبارات. لكن انا عايز اقول حاجه يا جماعه، انا قلتها كتير جدا في القنوات الفضائيه، وقلت انه ايه الدليل على كده؟ الفيصل بيننا وبين راشفورد ان يكون في جهه فنيه بتقول اللي هي الادله الجنائيه في مباحث النت. لما تيجي اللجان دي كلها وتقول ان احنا لما بحثنا الخط الخاص بالموبايل الخاص بالطالب ولما نجد عليه سنه رسائل نقول ايه؟ اللجان الفنيه قالت كده يا جماعه. نقول بقى ان في جريمه، وان الرسائل مقدمه على مسؤوليه الوكيل الخاص براشفورد. نقول لا ده احنا مرتكبين جريمه بالعافيه. ايوه يا فندم. طب سؤالي برضو حضرتك عشان نستوضح نقطه، يعني هم قدموا البلاغ بسكرين شوت بصوره مثلا من التعليقات؟ هم عملوا كده. عملوا كده. والكمبيوتر النهارده بيعمل كل حاجه يعني، هو بيقول لك دي فيها لكن انا ما عنديش دليل. انا اشوفه عايز اقول حاجه ويمكن يوافقني فيها الدكتور ايهاب رمزي، القاضي لا يحكم بعلمه. ما فيش حاجه اسمها اشمعنى فلان واشمعنى فلان، الكلام ده كله كلام لا يمكن ابدا بحال من الاحوال ان احنا نتحدث فيه. انا كقاضي مستندات لدي ادله ولا ما عنديش ادله؟ لا يحكم بعلمه الشخصي. ما عنديش ادله طبعا. طبعا يعني بنشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذ سيد سلامه محامي الطلبه المصري المرفوع ضده قضيه من جانب لاعب فريق مانشستر يونايتد راشفورد.